صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين اللي أحبه كل اثنين، أول يوم في هذا الأسبوع، بداية أسبوع جميل إن شاء الله، أسبوع إيجابي وأسبوع أكيد منتج. نصبح عليكم من خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. طبعا برنامج صحة وسعادة مثل ما تعودتوا يطلع عليكم من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 10:07 تقريبا إلى قريب الساعة 11، ونناقش فيه كافة خدمات هيئة الصحة بدبي، مستجدات الأخبار، البحوث العلمية الحديثة، وأكيد دائما يكون عندنا ضيوف يناقشوا مواضيع تهمكم ويجاوبون على أسئلتكم. وفي حلقة اليوم من صحة وسعادة مثل ما تعودتوا دائما يكون عندنا أول شيء آخر الأخبار والدراسات العلمية العالمية، آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي، آخر المستجدات المتعلقة بمشروع نابض، وفقرة التغذية اللي عندنا كل يوم سوف نتحدث عن مادتي الملح والسكر من حيث الفوائد والأضرار. نروح أول شيء إلى الخبر. هيئة الأدوية الأوروبية تؤكد أن لقاحات الحمض النووي الريبوزي لكورونا آمنة خلال الحمل. أكدت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي أن لقاحات كورونا المصنوعة باستخدام تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال لا تسبب مضاعفات للحوامل أو الأجنة. وقالت وكالة الأدوية الأوروبية أن الدراسات التي شملت نحو 65,000 حالة حمل في مراحل مختلفة لم تجد أي علامة على تزايد خطر حدوث مضاعفات أو إجهاض أو ولادة مبكرة أو آثار جانبية خطيرة على الأجنة بعد تلقي اللقاحات التي تعتمد على هذه التقنية مثل لقاح طبعا فايزر. وأشارت الوكالة لأن فوائد تلقي لقاحات كورونا التي تستخدم تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال أثناء الحمل تفوق أي مخاطر محتملة على الحوامل أو الأجنة، بمعنى إن أخذ اللقاح ما شافوا له مخاطر مقارنة بالإصابة الفعلية بكوفيد 19 بالنسبة للحوامل. وقالت المنظمة أيضا الوكالة أن لقاحات كورونا المستندة إلى هذه التقنية فعالة في الحد من مخاطر دخول المستشفيات والوفاة لدى الحوامل كما هو الحال لدى غير الحوامل. طبعا مثل ما أتوقع أغلبكم يعرف أن هيئة الصحة بدبي بدأت بتطعيم النساء الحوامل اللي يخططون الحمل، الحوامل والمرضعات بلقاح فايزر، وذلك بعد ما شافوا الدراسات اللي تدل على أن التطعيم آمن على الحوامل، ما في مضاعفات تم رصدها. ودائما احنا نقول نحن في مجال الطب نوازن المخاطر والفائدة، يعني إذا الحامل خذت التطعيم ممكن تتعب أول يوم أو ثاني يوم، الحرارة، ألم في الجسم، ألم مكان أخذ الحقنة، وهذا شيء طبيعي مع كل اللقاحات، لكن على يعني على الجهة الثانية راح يكون عندها إن شاء الله مناعة ضد الإصابة بكوفيد 19. مثل ما كنا نعرف بداية الكوفيد كانت دائما الخوف الأكبر على الحوامل لسبب بسيط، أن الحامل وظائف الرئة عندها تكون أقل فعالية من غيرها من النساء بسبب أن الدورة الدموية لدى الحامل تكون موجهة للرحم وبناء المشيمة وتغذية الطفل، بالتالي تكون الدورة الدموية للرئة عندها أقل من غيرها من النساء غير الحوامل. ففي أي إذا في أي وحدة تسمعنا وهي حامل، أنا أنصحها بأنها تأخذ تطعيم كوفيد 19 لأنه بيكون أأمن لها. وأيضا إذا أخذت التطعيم لا سمح الله إذا ياها كوفيد 19 تكون أقل قابلية لنقل المرض لعيالها ولأسرتها في البيت، وأكيد إن ما تصاب بمضاعفات الكوفيد 19، تدخل عناية المركزة، تبتعد عن عيالها، يكون في خطر على جنينها، فحرصوا على أخذ موعد لأخذ التطعيم. ومن الأخبار المحلية والدراسات نروح بيكون عندنا فقرة السوشيال ميديا. لما تجهز أسماء إن شاء الله رح ناخذ فقرة السوشيال ميديا. وطبعا مثل ما تشوفون الحين جميعا أن اللقاحات إلى الآن هي أثبتت فعاليتها بأنها أفضل دفاع ضد كوفيد 19. وأنا أحب أطمن الجميع أن اللقاحات مو شيء جديد، الناس تطعم من سنين، من يوم ما كنا إحنا صغار، من عصر الطباشير يمكن إحنا صغار كنا ناخذ كان شنتار على قولتنا مرة كنا نطعم
والحمد لله الحمد لله يعني بفضل من الله وفضل التطعيمات حتى لما أصبنا بالأمراض اللي خذنا عليها التطعيم كانت جدا 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 خفيفة. وأعتقد ما في شيء ما في مثال أوضح من الإصابة مرض الجديري اللي احنا نشوفه عندنا في البلاد. التطعيمات تطعيم الأطفال لدى الجدري المائي صار موجود ضمن جدول تطعيمات الأطفال. ونشوف الناس اللي ما كانت مطعمة أو الناس اللي ما ياهم صغار لما ياهم كبار وايد تعبوا سبب جدا بسيط. ليش؟ لأن جسمهم ما عنده الشفرة الدفاعية ضد هذا الفيروس. وعشان مثل ما نقول نطمن الجميع أن على كيفية عمل اللقاحات عمل لقاحات عشان البعض اللي يقول يأثر على مناعتنا رد نقول هو ما يتدخل في جهاز المناعة لكن يخلي الجهاز المناعي يتعرف عليه ويكون مثل يقول يكون الجيش الخاص ضد هذا الفيروس. ومن اللقاحات راح نروح إن شاء الله إلى أسماء الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي بالإنابة بتقولنا عن جديد وسائل التواصل. صباحك وردي أسماء. صبحكم الله بالنور سود دكتور عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. حياك الله يا اسماء. ما هو جديد السوشيال ميديا لليوم؟ يعني من ضمن الأشياء الجديدة اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي وهي خدمات الاستنان الآن متوفرة في عطلة نهاية الأسبوع. كنا حاطين أشياء في قنوات التواصل الاجتماعي خلال العطلة نود توجيه عناية السائر المتعاملين بتمديد أوقات العمل في عيادات خدمات الأسنان التابعة للهيئة لتصبح المواعيد متوفرة أيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع وذلك لتلبية الاحتياجات الخاصة للمتعاملين وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من هذه الخدمات في عطلة نهاية الأسبوع. كنا حاطين في النشرة نفسها شو العيادات اللي تشتغل 7 أيام في الأسبوع وشو العيادات اللي تشتغل يوم الجمعة وشو العيادات المخصصة فقط للأطفال. النت الحمار والبرشة يعمل على مدار الأسبوع وهناك خدم يعني مواعيد متوفرة يوم السبت الجمعة والسبت والأحد. أما مركز المسهر هو بيكون من يوم الأحد إلى يوم الجمعة. بالنسبة لمركز الصفا أو مركز المنزر هذول المركزين المخصصين لخدمات الأسنان للأطفال ويعملون من الاثنين إلى الخميس. جميع العيادات الخاصة بالأسنان لازم يكون هناك مواعيد مسبقة من خلال حجز موعد من خلال مركز الاتصال 800-342. طبعا للحالات العاجلة يقدرون يروحون بدون موعد. هذا بالنسبة لآخر الأخبار النزل. بالنسبة للقاحات نحب نأكد أنه يمكن حجز الموعد من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي للجرعة الأولى والواتساب للجرعة الأولى الخاصة بالتطعيم. بالنسبة للجرعة الدعمة يمكن حجز مباشرة من خلال التطبيق. ايضا كبار المواطنين يمكن ان يحجزون الموعد من خلال الخدمات المنزليه للاشخاص الكبار المواطنين يمكن يحجزون من خلال مركز الاتصال 800-342. تقريبا هذا اهم شيئين كانوا في عطله نهايه الاسبوع ونتمنى لكم الصحه والسعاده والتوفيق يا رب. شكرا لك يا اسماء ونهارك سعيد. مثل ما قالت لنا أسماء الجناحي عن المواعيد الجديدة للعمل في بعض مراكز قطاع الرعاية الصحية الأولية اللي هو مركز المزهر الصحي صار أيام العمل فيه من الأحد إلى الجمعة بينما الصفا والممزر في خدمات الأسنان موجودة فيه من الاثنين إلى الخميس. وطبعا لأي حد يبغى معلومات زيادة عن الأوقات شو الخدمات الموجودة شو ساعات العمل دائما ممكن تفتحون صفحات هيئة الصحة بدبي في مواقع التواصل الاجتماعي. وأسهل شيء أتوقع بالنسبة لنا هو استخدام الانستغرام. فتح الانستغرام على صفحة هيئة الصحة بدبي بتلاقون المنشورات التي تعلن أو تطرح مواعيد العمل الجديدة سواء الخدمات الأسنان خدمات جديدة تم فتحها إضافة خدمات تسكير خدمات تغيير مواعيد عمل الخدمة في أي من المراكز كلها موجودة على منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. وطبعا الخدمات دائما احنا نقول للمتعاملين للحصول على افضل خدمه دائما نشجعكم على اخذ موعد للحصول على خدمه ايا كانت الخدمه طب الاسره كان اسنان اي خدمه تحتاجونها مسحه مواعيد المسحات او البي سي ار دائما احرصوا على
حجز موعد وذلك عشان ما تتريون فترة طويلة. وهناك أكثر من آلية لحجز مواعيد في هيئة الصحة بالبي، سواء كان عن طريق مركز الاتصال 800-342، عن طريق خدمة الواتساب، عن طريق تطبيق هيئة الصحة. ونرد أشجع الجميع أنهم ينزلون تطبيق هيئة الصحة بالبي ويسجلون فيه، راح تلاقون كثير من الخدمات الموجودة هناك، كل معلوماتكم الطبية، ضيفوا أفراد عائلتكم في التطبيق نفسه، راح يكون عندكم كل المعلومات الصحية، الخدمات الموجودة، تستفيدون جدا من تطبيق هيئة الصحة بدبي. احنا راح نروح ان شاء الله فاصل، وبعد الفاصل بتكون عندنا الأستاذة مريم علي اختصاصية التغذية السريرية، بتكلمنا عن الملح والسكر، فابقوا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. مثل ما قلنا قبل الفاصل ان الحين عندنا فقرة التغذية، ومثل ما كنا نعرف ان المواد الغذائية جميعها مفيدة لصحة الجسم، الا طبعا ان الكميات الزائدة منها عن الحد قد تسبب أضرار تصيب الوظائف الحيوية التي تقوم بها أعضاء الجسم المختلفة. مثل ما نقول بالعامية، كل شيء يزيد عن حد ينقلب ضده، سواء حتى الماء، يعني دائما نقول لو زدنا في كمية الماء المفروض نشربها قد يؤدي إلى الإضرار بجسمنا. في حلقة اليوم سنتحدث عن مادتي الملح والسكر، وهي مواد لا يكاد يخلو منهما أي صنف غذائي نتناوله بشكل يومي. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا يكون معنا عن طريق الهاتف الأستاذة مريم علي، اختصاصية التغذية السريرية ورئيس وحدة التثقيف الغذائي في هيئة الصحة بدبي. صباحك ورد أستاذة مريم. صباح النور دكتورة ندى، أسعد الله صباح المتابعين. حياك الله. طبعا الملح والسكر، يعني ما ادري البعض يسموه السمان الابيضان، ما ادري شو معنى، حرام يعني، هم حلوين وزينين بس احيانا الواحد يزيد العيار فيهم فيتحولون الى السمان الابيضين. لكن نتكلم اول شيء عن نفصلهم عن بعض، الملح والسكر. الملح شو فوائده وشو اضرار هذه الماده؟ مثل ما قلتي دكتورة، يعني كل شيء زيادة عن حده ينقض ضده، فخير الأمور الاعتدال والوسط. فمثل ما نقول أن الملح هي مادة طبيعية تعتبر، اللي نحتاجه منه اللي هو معدن الصوديوم في الغالب، فهو يعتبر من المعادن اللي الجسم يحتاجه، يعني نحن ما نقدر نستغني عن الملح، ولكن يفضل أن نحن نعتدل فيه لأنه مهم جدا في العمليات الحيوية اللي في الجسم اللي يقوم بها الجسم، وخاصة في عملية اللي هي توازن السوائل في الجسم بشكل عام. صحيح، فالملح هذه فوائد الجسم، بس إذا الناس زادت كمية الملح شو ممكن تكون آثارها على الجسم؟ الفوائد صراحة مثل الفوائد المهمة اللي هي أهم فائدة لها، قلنا توازن السوائل في الجسم، في لها في عمليات التذوق تحفز إنزيم الأمايليز اللي بالتالي يدعم الجهاز الهضمي بتكوين كمية مناسبة من حمض المعدة، كذلك هو إضافة اليود له صحي للناس اللي عندهم مشاكل في الغدة الدرقية، يساعد كذلك في استرخاء العضلات عن طريق نقل الإشارات العصبية، لأن في ناس ساعات يستوي عندهم شد عضلي، فالصوديوم أو الملح ممكن يساعد كذلك في استرخاء هاي العضلات، كما أن الملح مفيد في الغرغرة والمضمضة، يوقف نزيف اللثة، كذلك ممكن يحسن شوي من القروح اللي موجودة في الفم، هاي كلها فوائدها. إذا بني للأضرار، الأضرار إذا زادت عن حدها ممكن تأثر على أهم أعضاء اللي موجودة في الجسم اللي هي الكلى والقلب، فإذا زاد الملح زيادة عن الحد
والإنسان تعود على أنه يأخذ ملح. نحن ما نقصد طبعا الملح اللي هي المبلحة أو الملاحة، هاي الخوف كله من الملح الخفي اللي هي في الوجبات السريعة، الأغذية المصنعة، المعلبات اللي الناس هابة فيها الحين عصر السرعة وعصر الوجبات السريعة. فننتبه يعني ما نكثر من هاي الأمور، وخاصة خاصة الوجبة اللي تيه بالليل. لازم نريح هاي الأعضاء دايما بالليل. المصيبة الكبرى في الليل لأنه يكون في ضغط كبير على الكلى، فبالتالي الكلى ما تقدر تتعامل مع هاي الكمية المهولة من الملح، فيزيد السائل في الجسم وبالتالي يزيد كثافة الدم ويكون ضغط على القلب ويكون فيه طاقة. يعني هذا الضغط على القلب يؤدي إلى مشاكل، وبالتالي ممكن يأثر على أمور كثيرة في الجسم. صحيح. بما أن نتكلم عن الملح، دائما الناس تربط الملح بارتفاع ضغط الدم، فدائما يقول لك مريض ضغط الدم اللي عنده ارتفاع في ضغط الدم لازم مثلا يشرب ماء قليل الصوديوم أو بدون صوديوم. فشو رأيك في موضوع مرضى الضغط؟ هل يجب عليهم يتناول الكمية الموصى بها العادية من الملح، أو فعلا لازم يتجهون لتناول أطعمة ومشروبات ومنها الماء تكون قليلة الملح؟ الحين دكتورة إذا تلاحظين حاطيلك أنواع كثيرة من الملح، يعني الملح هو عبارة عن كلوريد الصوديوم، بس إذا نسير الجمعيات أو الأماكن المختصة ببيع المواد الغذائية، إذا بنسير ركن الملح بنشوف أنواع من الملح اللي هو الملح الطعام العادي، في ملح الصخري، وفي ملح الهملايا الوردي، وفي ملح أسود، وفي ملح أزرق. ما تعرفين أي ملح؟ نعم، بشكل عام عموما أي نوع شو ما يكون من هاي أنواع الملح كلها تعتبر ملح في النهاية؟ كلها في النهاية تعتبر ملح، فالكمية الموصى بها من قبل جمعية الغذاء والدواء الأمريكية اللي هي تكون ما تزيد عن 2300 ملي جرام من الصوديوم، يعني بمعنى نقول ملعقة صغيرة من ملح الطعام. وهذا مو معناته كملح مثل ما قلت، اللي هو حتى الملح الخفي، يعني حتى كمية الصوديوم اللي موجودة في المواد الغذائية محسوبة من ضمنها. يعني مو معناته أنا أستخدم بس هاي خاشوقة الملح وعندي آكل الأشياء الثانية، لا، هاي الكمية تتدرج لكل كميات الملح اللي الجسم المفروض ياخذها، فيفضل أنه ما نزيد عن هاي الكمية. ممتاز. الحين أروح للسكر، شوفه وايد السكر، شو أضرار السكر في الجسم؟ طبعا السكر معروف يضفي نكهة وقوام ولون وشكل للمخبوزات بشكل عام، يعني يعطي طعم جدا حلو، ومثل ما قلنا بعد هو يحفز من الأميليز كذلك لعمليات الهضم، بس كثرته ممكن تضر الجسم، وخاصة إن فيه سعرات حرارية. صحيح. فالسعرات الحرارية هاي تؤدي إلى زيادة وزن، فبالتالي زيادة الوزن هذا ممكن يصاحبه مشاكل كثيرة ثانية، تأثر على هرمون الأنسولين، تأثر على الدهون الثلاثية، وبالتالي ممكن يؤثر على القلب كذلك. ممتاز. الكمية مسموح بها من السكر يوميا، وهل تختلف لمريض السكر أم يعني ممكن يأخذ كمية عادية من غير زيادة سكر على الأكل؟ نعم، بالنسبة للسكر قلنا غير عن الملح، الملح الجسم يحتاجه فلازم نحن نأخذ كميات من الملح، ولكن السكر الجسم ممكن يصنعه من الأكل اللي نحن نأكله، فيفضل قد ما المريض اللي يعاني من السكر يفضل قد ما يقدر انه يقلل من السكريات، وما تكون هي نفس النسبة للناس
العاديين المفروض الكمية تكون أقل من 10% من نسبة السعرات الحرارية اليومية اللي ياخذها. يعني إذا نقول مثلا الشخص احتياجه اليومي 2000 سعرة حرارية في اليوم، يقدر ياخذ تقريبا في معدل أقل من 200 سعر حراري من السكريات. وبعد نقول مرة ثانية أن السكر مش كسكر اللي هو السكر الأبيض، نقصد فيه طبعا السكر يتضمن حتى اللي موجود في الأكل نفسه. صحيح. فنصيحة عامة لمرضى السكر بخصوص تناول السكر، وهل يحتاجونهم يستخدمون خلينا نقول السكر قليل السعرات الحرارية نلاقي مع الجمعيات جنب السكر العادي؟ للناس المدمنين عندنا ترى فئة مدمنة، خاصة الحين الإقبال سنة عن سنة، الإقبال على الحلويات ما شاء الله والإغراءات اللي موجودة تزيد، فنحن ما نقدر نقول للناس وقفوا، نقول لهم قللوا بالتدريج. نبتدي أن نقلل عن طريق أن نحن مثلا ممكن نأخذ أشياء بسيطة من هاي السكريات بكميات بسيطة، ونستبدلها بعض الأوقات إذا كنا محتاجين بعد سكر فواكه مثلا، ممكن نحن نأخذ عسل، ممكن نخلطها مع المكسرات، أو نأخذ حلويات تكون مفيدة فيها مكوناتها من الحليب، فيها مكسرات، فيها هاي الأمور، فيها نسبة بروتين، لأن اتضح أن إذا الحلو مدموج مع البروتين السكر ما راح يرتفع في الدم مرة واحدة، يكون بطيء. الأكثر من شرب الماء هذا بعد نفس الشيء، يحمي الجسم من الجفاف، فالواحد اللي ما يشرب ماء بيحس نفسه بيجيسه مثل الجوع الوهمي، فبيحس انه ما يعرف امره هل هو عطشان ولا يوعان، فاذا شرب ماء ممكن حتى ينسى الجوع، فهذا دليل انه في الغالب كان عنده جفاف ويحتاج الى شرب الماء. فيفضل ان الناس على طول تحاول تشرب ماء. الالياف يزيد من نسبه الالياف، لان الالياف تساعد انها ما تخلي الانسان يوع بشكل سريع. نبتعد عن التوترات والضغوطات النفسية، لأن هاي الضغوطات النفسية تأثر على هرمون الكورتيزون، ومعروف الكورتيزون دائما أكله الطاقة أو السكر في الجسم، فبالتالي إذا خلص مخزون الجسم من السكر فالإنسان على طول يشعر بالجوع ويتجه إلى السكريات. أستاذة مريم، سؤال على السريع نجاوب عليهم، أي الأفضل، السكر بني أو الأبيض؟ مثل ما قلنا أنواع الملح كثيرة ذكرنا، صح ولا لا؟ فكلها تؤدي إلى نفس الغرض. السكر الأبيض والسكر الأسمر هو نفس السكر، ولكن السكر الأبيض يكون معامل كيميائيا ومضاف له مواد كيميائية مبيضة وتكرير وهاي الأمور فيها، ولكن السكر الأسمر مو معالج. مو معالج هو السكر الروم مثل ما يسمونه أو الغير معالج، صح؟ بالضبط، ولكن كفائدة كسعرات الحرارية وهاي الأمور كلها وأضرارها إذا كانت بنفس الكميات هي نفسها بتكون في الغالب. والسكر الصناعي المحلى هل هو مضر؟ إذا استخدم باعتدال غير مضر، غير مضر، ولكن إذا زدنا عن حد أكيد بيكون مضر، أكيد، لأنه شيء مصنع. هاي إن شاء الله بيكون لنا حلقة وبنتكلم عن السكريات إن شاء الله. شكرا لك أستاذة مريم علي، اختصاصية التغذية السريرية ورئيس وحدة التثقيف الغذائي في هيئة الصحة بدبي، مداخلتك معنا اليوم بخصوص الملح والسكر. شكرا، نهارك سعيد. مثل ما قالت أستاذة مريم، شفتوا خلاصة القول إن كل شيء
ضمن الحدود الموصى بها ما راح يضر إن شاء الله لأن جسمنا يحتاج جميع المكونات الغذائية، نحتاج الملح، نحتاج السكر، نحتاج الزيوت، نحتاج الكربوهيدرات، نحتاج كل العناصر الغذائية الأساسية عشان جسمنا يعمل بطريقة سليمة على مستوى الخلايا. رح نطلع إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل رح يكون عندنا ضيف مميز الدكتور محمد الرضا مدير إدارة المعلوماتية والصحة الذكية بيكلمنا عن مشروع نابض، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. مثل ما كنا نقول قبل الفاصل إن مشروع نابض يعتبر أحد المشاريع الحيوية الرائدة التي تتبناها هيئة الصحة بدبي لربط مستشفيات الهيئة مع المستشفيات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، وبما يعمل على توحيد التقارير الطبية للمرضى وفق أعلى درجات الخصوصية والدقة والسرعة. للحديث أكثر عن مشروع نابض وفائدته لنا كمتعاملين وموظفي هيئة الصحة بدبي، يسعدنا يكون معنا عن طريق الهاتف الدكتور محمد الرضا مدير إدارة المعلوماتية والصحة الذكية بهيئة الصحة بدبي. صباحك ورد دكتور محمد. صباح نور دكتورة، كيف حالكم؟ الحمد لله، حياك الله في صحة وسعادة. الله يحييك لحظة. نتحدث بداية دكتور عن مشروع نابض ودوره في خدمة المرضى. مشروع نابض مثل ما تفضلتي دكتورة هو أحد المشاريع الحيوية اللي أطلقتها هيئة الصحة بدبي في عام 2020 لربط الملف الصحي للمريض عبر القطاعات كلها، سواء كانت قطاعات حكومية أو قطاعات خاصة. كان الهدف خدمة المريض، وبدل ما المريض يشل ملفاته أو يشل يعني التقارير الطبية له ويدخل عند الطبيب ويشرح له كل مرة شو حالته الصحية، تكون بيانات المريض متوفرة عبر نظام لكل طبيب له يعني خاصية خدمة هذا المريض، فبالتالي تسهيل حياة المريض وأيضا تسهيل حياة الطبيب الذي يخدم المريض، بحيث أنه يوصل لمراحل متقدمة في العلاج وما يبتدي من الصفر كل مرة يأتي المريض. جميل. شو مراحل مشروع ضخم مثل مشروع نابض؟ أكيد خذ مراحل لإنجازه، فمتى ما هي مراحل هالإنجاز وين وصلنا في الانتهاء من هذا المشروع؟ صحيح دكتور، حاليا من أهم المراحل اللي نحن نعيشها في مشروع نابض وربط المستشفيات كلها، وصلنا إلى ما يقارب أكثر من 50% ربط للمستشفيات العاملة في إمارة دبي. طبعا نطمح ان نحن نوصل لكل المستشفيات 100% من المستشفيات العاملة في إمارة دبي بحلول الربع الثاني من 2022 ان شاء الله باذن الله. فهذه اهم مرحلة عندنا. طبعا نحن ايضا بدينا مراحل ثانية متوازية مع هذه المرحلة، الا وهي المراحل التي تعنى بالعيادات الصغيرة والمتوسطة، بدينا ندخلهم، وبدينا ايضا ندخل انظمة صحية الكترونية معنية بالربط بنابض. مثال، إذا اليوم دكتورة ندى بغت تفتح عيادة، تدخل على موقع التنظيم الصحي لترخيص العيادة، وأيضا بيكون لها رابط يرشدها إلى أفضل الأنظمة الإلكترونية المربوطة بنابض. وأيضا نيابة عن ملاك العيادات، نحن دخلنا في نقاشات كثيرة مع هذه الشركات وحاولنا كثر ما نقدر أن نعطي أسعار منافسة جدا لملاك العيادات الصغيرة والمتوسطة، على أساس أنهم هم أيضا لما يفتحون عياداتهم يحسون بسهولة ومرونة جدا من الأنظمة الإلكترونية، سواء كانت الملف الصحي الإلكتروني أو أنظمة المطالبات الإلكترونية أيضا للتأمين، على أساس أن الطبيب ما يتعب في فتح هذه العيادة. طبعا تشجيع الاستثمار هو من أحد أهم الركائز لحكومة دبي، دائما تشجيع هذا الاستثمار، وخاصة إذا كان الاستثمار من قبل الشباب المواطنين. أكيد. دكتور محمد، لما أنت قلت ربطنا تقريبا أتوقع 50% من المستشفيات بنابض، كيف يتم اختيار المستشفيات اللي بتم ربطها؟ يعني على أي أساس؟ هل على أساس جودة الخدمات تعتبر، أو على أساس في عندكم معايير معينة لاختيار المستشفيات، أو عشان أساس النظام اللي هم يستخدمونه؟ فكيف تختاروا المستشفيات اللي بيتم ضمها قبل غيرها لنظامنا نابض؟ حاليا في منظومة معينة أو فورميلا معينة لاختيار المستشفى، سواء كانت جاهزية النظام الإلكتروني للمستشفى أو كمية البيانات اللي يملكها المستشفى. اليوم ما يخفيك دكتورة، المستشفيات هي معنية بكل المرضى الداخليين في الإمارة،
فبالتالي نحن عندنا 100% من بيانات المستشفى الداخليين أو المرضى الداخليين في الإمارة إذا ربطنا بالمستشفيات. وأيضا عندنا ما يقارب 50 إلى 70% من بيانات المرضى الخارجيين الأوتبيشنت. فبالتالي نحن 100% من الانبيشنت زائد 70% من الأوتبيشنت، فيطلع الناتج ما يقارب 75% من البيانات. فهذا هو ميزان الأولوية. ممتاز. المتعاملين احنا نريد نذكرون، يعني نشدد او نذكر على نقاط اللي فائدة المتعامل نفسه. يقول انا يعني لو راح عيادة خاصة او راح عيادة حكومية او احد العيادات الموجودة في قطاع في هيئة الصحة بدبي، الفائدة راح تكون له من حيث زمن الانتظار، من حيث حصول على الخدمات، كيف راح يتأثر ايجابيا بتطبيق نابض؟ أكيد زمن الانتظار بيقل دكتورة، بحيث أن بيانات المريض موجودة، نتائج المريض موجودة، وبالتالي ما بيتعب أنه يجيب نتائج فحص مثلا كانت في المستشفى ألف وينقلها إلى المستشفى باء، لا هذه موجودة. ما يتوجب عمله من قبل المريض أن يسأل طبيبه، هل أنت مربوط الآن بنابض؟ وين مكان؟ سواء كان مستشفى حكومي أو خاص. إذا كان الجواب نعم، فبيجب على الطبيب أن يدخل إلى ملف المريض ويتفحص ويطلب النتائج اللي موجودة أمامه ويشرحها للمريض أيضا، يقول له ترى نحن بدل ما نخطي خطوة رقم 1 و2، نحن بفضل تواجد هذه البيانات ممكن نخطي إلى الخطوة الثالثة الآن. ممتاز. قبل عدة أسابيع وقعت هيئة الصحة بدبي اتفاقيات شراكة مع كل من شركة اتصالات ودو، نتحدث شوية عن هالاتفاقيات وشو دورها في دعم مشروع نابض. شركة اتصالات وشركة دو تعتبر من الركائز المهمة في نقل القطاع رقميا، القطاع الصحي رقميا. فنحن أشركناهم من ما يقارب 10 سنوات في هذا القطاع، وقعدنا معهم وقلنا لهم هذا القطاع الصحي يجب دعمه من قطاع التليكومونيكيشن أو قطاع الاتصالات. فلقينا تجاوب كبير صراحة من شركة اتصالات وشركة دو، والآن هم اثنينهم يوفرون حلول رقمية للعيادات الصغيرة والمتوسطة، وبإذن الله قريبا يعني إن شاء الله نشوفهم أيضا يوفرون حلول كبيرة للمستشفيات الكبيرة، سواء كانت عن أنظمة الخوارزميات للذكاء الاصطناعي أو الملف الصحي الإلكتروني أو أي تطبيقات أخرى تخدم المريض. فنحب نشكر شركة اتصالات وشركة دول لتجاوبهم ولدخولهم هذا القطاع الحيوي وإيمانهم بأن هذا قطاع جدا مهم يخدم عميل جدا مهم ألا وهو المريض. ممتاز. في كلمة أخيرة حاب توجهها دكتور محمد لمستمعينا بخصوص مشروع نابض، وين إن شاء الله تشوف المشروع خلال كم من سنة، وين رح يوصل، وشو الفائدة رح تعم على الناس مع تطور في مشروع نابض؟ نحن بإذن الله سنعمل خلف الكواليس بجهود جبارة الصراحة بقيادة سعادة مدير عام هيئة الصحة بدبي سعادة عوض الكتبي، بحيث أن نسهل حتى خاصية دخول المريض على ملف الإلكتروني. فبإذن الله هذه لها خصوصية معينة ولها أنظمة معينة، بإذن الله هذا الباب راح يفتح بحيث أن المريض يدخل إلى ملف الصحي الإلكتروني ويستمتع ب يعني فهمه لهذا يعني هذا المنحة من حياته، المنحة المهم، بحيث أنه هو أيضا يكون في القيادة لما ويفهم ملف الصحي الإلكتروني، وبالتالي نرفع ثقافة المريض واهتمامه بصحته ونطلع من مرحلة الوقاية وندخل في مرحلة التشافي أو حتى الولنس اللي دائما نقول عنه قبل ما نوصل إلى مرحلة المرض. فهذا هو الهدف عن طريق البيانات وعن طريق ملف نابض. فهذه الجهود الكبيرة اللي متوفرة أمامنا الآن والمرحلة المقبلة إن شاء الله. دكتور محمد، معني سؤال أخير، هل رح مشروع نابض هل هو موجود ربط الملف على تطبيق هيئة الصحة بدبي؟ حاليا لا، موجود عن طريق الملف الصحي الإلكتروني المتواجد في هيئة الصحة بدبي للأطباء فقط. منصة هيئة الصحة أو تطبيق هيئة الصحة حاليا مفتوح للمريض، وبإذن الله هذا الباب اللي رح يفتح للمريض مستقبلا إن شاء الله. إن شاء الله. أنا شاكرة لك دكتور محمد الرضا مدير إدارة المعلوماتية والصحة الذكية في هيئة الصحة بدبي، مداخلتك معنا اليوم بخصوص مشروع نابض، وإن شاء الله لقاءنا الجاي يكون معاك تقول لنا أن كل تم ربط كل المستشفيات والعيادات الصغيرة والكبيرة في مشروع نابض تسهيلا لرحلة المتعامل. بإذن الله دكتورة، شكرا لك. شكرا لك دكتور محمد.
طبعا مثل ما تشوفون يعني هالمشروع مشروع ضخم جدا وبيسهل علينا. تذكرون اول ما بدينا مشروع الملف الطبي الالكتروني سلامة لما كنا نقول ان هذا المشروع الضخم راح يوفر على المتعامل ملف وينه في اي مستشفى في اي عيادة حوله ملفه هات ورقة ملفك ناقص ورقة صار كل شيء اوتوماتيكيا كل شيء موجود عن طريق نظام سلامة سهل على المتعامل وسهل علينا احنا كأطباء وكطاقم طاقم طبي نحن نتابع ملف المريض ما في ملف ضايع ملف محصلينه ملفه في مستشفى عندما في المستشفى حوله ملف هناك صار كل شيء اوتوماتيكيا وكل شيء موجود على منصة واحدة. وإن شاء الله الحين مع مشروع نابض اللي هو الحين إن شاء الله 50% تم ربط بعض المستشفيات مع مشروع نابض راح يكون حتى أسهل للمتعاملين لما يروحون القطاع الخاص. قبل كان المتعامل يقولك لا طبع لي الورقة طبع لي التقرير أنا بسيط طبيبة يتابع عندنا في الخاص يبقى يعرف شو الأدوية اللي أنا أخذها. طبعا إلى أن يتم يعني أتمتت موضوع نابض دائما نقول المتعاملين عندنا في العيادات ترى كل الأدوية اللي أنت تأخذها كل المواعيد موجودة على تطبيق هيئة الصحة بدبي بالتالي ما في داعي تطبع أي أوراق أو تطبع أي جداول أو شيء من 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 الملف الصحي مالك عشان تودي كل شيء موجود نتائج تحاليلك السابقة الأدوية اللي أنت أخذها مواعيدك التخصصات اللي تتابع عنها كلها موجودة على تطبيق هيئة الصحة بدبي. عندنا مداخلة بعمر صباح الورد. صباح النور. هلا فيك أخوي. الله يحييك على الورد هاي صباح الورد هاي بعد ما شيء بيخبرون عليهم يقولون صباح الورد. الله يسلمك. دكتورة. الله يحفظ. دكتورة إحنا كحين كبار السن تعرفين الحين إحنا من كوفيد إحنا يا الحين كل مرة حد يقول لنا شيء حد يقول تضعين زين حق كبار السن حد يقول لا مو بزين لأن أعمارهم كبيرة. طوفين. يعني منو هو السؤال منو هالحد اللي يقول لك مو بزين يطرشون اشياء والتام ادري شو برا عايزين اشياء منظمه ما ادري دول برا يقول لا تطعيم هذا مضر وهذا ما ادري ايش يسوي وهذا مسوي من شحم خنزير ما ادري شو فاحنا كبار السن تعرف في اهل لو تقول له شيء يخاف انا حلف شيء بعد فحين انا اتمنى يسوون اهلي الكبار المواطنين يسوي لهم يعني شيء إبرة يعني تطعيم على طول طول عمره العايشه ما يخلوك 6 شهور ولا 7 شهور خلاص انتهى مفعوله هذا واحد انزين يعني لازم يقترحون شيء يعني بديل على كبار المواطنين يعني اتكلم يعني لو تكلفه لكن شو كم عددهم عددهم قليل مو بايدي انزين هذا رقم واحد رقم اثنين عشان اجاوب الحق اجاوب على سؤالي قبل ما يخلص وقت البرنامج بعمر انزين عندي إذا برنامج هذا عندي على سنة وايد قل لي يلا عطني بعد سؤال اطرح بعد سؤال الملح يقولوا غلطة الملح مع ماء دافي يقولون وقاية من كورونا ما أدري أنا أنت واحد أتكلم من العراق تقريبا يتكلم قال لي خلاص أنت تسوي غرغرة اليوم تطلع تسوي غرغرة تبخل تطلع تسوي غرغرة بالملح وهذا ما يحار انزين خلاص انا السؤالين ان شاء الله بجاوب عليهم شكرا لك ابوي بعمر تواصلك معانا اليوم صحة وسعادة. اي اول شيء موضوع التطعيم طبعا من جهة اول سؤال سألتك قلت له منو اللي يقول لك مو زين انا دائما حد يقول لي قالوا لي مو زين انا بعرف منو هاللي قالوا مو زين شو قال يطرشونا بالواتساب يا جماعة الخير يا ابوي بعمر وكل حد يسمعنا الحين ما شاء الله هيئة الصحة بتبتدي تطعيم الاطفال من عمر 5 سنوات ان شاء الله قريبا واول فئة قلنا لازم تطعم لما يا الكوفيد خلينا كل الشباب على برد قلنا لا اول شيء كبار المواطنين وذوي الامراض المزمنة ليش؟ لأن تطعيم هو وقاية من الإصابة بمضاعفات الكوفيد-19 والتطعيم الكوفيد-19 ما شاء الله الهيئة موفرة لكبار المواطنين تطعيم في المنازل ممكن يروحون لهم لين البيت ويعطونهم تطعيم في البيت وهم مرتاحين ما في داعي يتعبون يجون العيادات وإذا حابين يتفضلون يزورون العيادة بعد دائما لهم أولوية ما يردون حتى من غير موعد ما يردونهم يجدمونهم على الغير فكبار المواطنين دائما لهم أولوية وين ما يسرون في قطاع الرعاية الصحية الأولية أو في هيئة الصحة بالبين أبويا أبو عمر ما سألتك إذا مطعم أو لا إذا مو ما أخذ التطعيم أخذ التطعيم اليوم قبل باكر
أنا متأكدة إذا عندك الله يحفظهم عيالة وأحفاد أكيد يقول لك أبوي الطعام، أبوي الطعام التطعيم وايد زين، التطعيم زين يا جماعة. بالعكس كل الدراسات أثبتت أن الناس اللي طعمت ضد الكوفيد 19 هم الناس اللي كانوا أقدر أن هم ما يتعبون لما ييهم، يعني بالكلمات العامة يقول ما يتعبون لما ييهم الكوفيد، ما ينزل على صدرهم، ما يدخلون في التهابات الرئة، ما يدخلون في العناية المركزة وغيره وغيره. فأبوي وغيرك أي حد يسمع هذا المسج اليوم برنامج صحة وسعادة، تواصلوا مع هيئة الصحة بدبي، احجزوا موعد لأخذ تطعيم الكوفيد 19. الكوفيد 19 ثلاث جرعات، جرعتين تأخذون بينهم 21 يوم، بعدين جرعة داعمة بعد 6 أشهر. فاحرصوا على التطعيم، لا تسمعون كلام يقولكم مو زين، هذا الشخص ما يحبكم، اللي يقولكم لا تطعمون تطعيم مو زين ما يحبكم، عطوه بلوك. احنا المهم وصلنا الى نهاية برنامج صحة وسعادة اليوم، كانت معي في التنسيق مينا الغفلي، وكان معي اليوم في الاخراج نمر محمد عبدة، وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملا. ان شاء الله كنا خفاف عليكم على مدى هذه الساعة الاذاعية، ولن القاكم ان شاء الله يوم الاثنين القادم. اقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.